طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد علي. اهلا بيك يا محمد. ازاي محمد؟ كم سنه؟ 25. مرتبط يا محمد؟ متجوز. متجوز بقالك قد ايه يا محمد؟ بقالك قد ايه متجوز يا محمد؟ بقالي سنه. سنه؟ اتجوزت عن حب يا محمد ولا جواز تقليدي؟ عن حب. طيب جميل. احكي لي يا محمد في ايه؟ دلوقتي انا اتجوزت، كنت فاكر مراتي عادي يعني ان هي تكون حامل وكده يعني تمام. عرفت ان مراتي ان هي مش هتحمل خالص. يعني بعد ما اتجوزتها اكتشفت ان هي مش هتحمل خالص؟ كانت امها كانت عامله لها حليب وكده، بس انا ما كنتش اعرف قبل الجواز. اكتشفت الحاجه دي بعد الجواز، ان امها كانت عامله لها تحاليل وكل حاجه، بس بعد الجواز ومحدش كان قايل لي حاجه. يعني هي كانت عارفه هي كمان وخبت عليك؟ هي ممكن تكون لا، بس امها اللي كانت عارفه ممكن تكون خبت عليا. طيب جميل. امها تكون عارفه وخبت عليك، تصرف سيء جدا من الام عشان خايفه على بنتها ونفسها تستتها، انما هي البنت كانت عارفه، ده المهم. لا ده اللي ما اعرفوش، بس البنت بتاكدني ان هي ما كانتش تعرف حاجه زي دي. طب يعني يا امها البنت ما تعرفش ان امها خدتها تعمل لها تحاليل؟ لا عملت تحاليل بس ما تعرفش. كانت كل ما تديها الدكتور كانت امها تكلم الدكتور تمام، بيقول لها في امل. رحت الدكتور انا بقالي يعني 6 7 شهور، رحت الدكتور قال لي ما فيش امل خالص ان هي تحمل تاني، تحمل ما فيش علاج اصلا. وانا بحبها. طيب عندك، تعال نقول يعني عندك استعداد تروح دكتور تاني وتالت، ما يبقاش هو دكتور واحد وخلاص؟ ما عنديش مشاكل، انا رحت لثلاث دكاتره، انا ما رحتش لدكتور واحد. ونفس الثلاث دكاتره يقول لك نفس الموضوع؟ نفس الموضوع. طيب انت دلوقتي بتحبها؟ واخدها عن حب. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، دي قبل اي حاجه. ربنا قادر ان هو يكرمك كرم من واسع عيه، ربنا قادر ان العلم، انت عارف العلم بيتطور كل يوم والتاني. طيب يعني ما فيش امل مثلا لتلقيح صناعي او حاجه زي كده؟ ما فيش امل، حتى بيقول لي في زرع خلايا نسبه نجاحها من 10 ل 20%. بس يعني حتى ما فيش حتى نسبه نجاح، يعني لاني حالي مزاري وانا حامد ربنا على كل شيء، بس يعني نفسك في عيل ان امها عملت معايا كده. يعني زعلان من امها؟ مش زعلان، مش زعلان انك نفسك في عيل وربنا مش هيديك العيل ده؟ اكيد زعلان. ولا انت زعلان من ده وبتدور على حجه جواك تزعل بيها اكتر فتقول امها خدعتني؟ لا انا زعلان ان امها خدعتني، مش زعلان عشان حجه، لا انا بحب مراتي. طيب لو كانت امها ما تعرفش ولا كانت عملت لها تحاليل ولا اي حاجه من دي، وانت اكتشفت الموضوع ده بعد ما اتجوزتها اليومين دول، كان هيكون تصرفك ازاي؟ انا كنت هستمر معاها وهستحمل معاها لغايه ما اشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب اللي اخطا في حقك مش البنت، امها. الام هي اللي اخطات في حقك، البنت على حد كلامك ما اخطاتش في حقك، ما خبتش عليك. اوكي؟ الام هي اللي خبت عليك. كان ممكن الام تقول لك لا بنتي ما بتخلفش، انما ما فيش ام في الدنيا، يعني امهات كتيره جدا ممكن تكذب وممكن تعمل اي حاجه في سبيل اسعاد ضناها بنتها. انا معاك. بص طالما بتحب مراتك خليك مع مراتك واشكر ربنا عليها، وقول له يا رب انا شاكر جدا فضلك، شاكر الزوجه اللي انت بعتها لي والاسم والنصيب. محدش عارف بكره مخبلنا ايه، محدش عارف ممكن يحصل ايه بكره، ممكن يكون ممكن ربنا يرزقك بطفل كمان سنه 2 3 4، ممكن يا اخي تضطر تتجوز انت تاني علشان يبقى عندك طفل، يبقى عندك زوجتين، محدش عارف. وربنا يبارك لك برضو لانه حاسس بازمتك، حاجات كتير جدا. انا عارف انك عايز تاخد قرار، انما القرار اللي هتاخده بناء على تصرف حماتك مش بناء على تصرف مراتك، علشان كده ما تسرعش لان مراتك ملهاش اي ذنب. ارمي حمولك على الله.